طيب نبدأ بحساس اللي فوق ده، حساس الكاميرا تمام اللي عليه الصورة دي، طبعا زي ما احنا شايفين راكب فوق على وش السلندر. في عندي حساس الكرنك تحت خالص تمام، في عندي حساس راكب على البمب ده حساس حرارة. السلام عليكم يا شباب، النهارده معانا مكنه ام بي 4 يورو 5. طبعا هنعرف دلوقتي ازاي نعرف يورو 5 ولا يورو 6 من الجزء اللي عند البامب بتاعتي. طبعا هنا البامب بتاعت الديزل او ترومبت الجاز. اليورو 6 بيكون فيه تجهيزه موجوده في الحته دي. التجهيزه دي بتعمل ايه؟ بتعمل تجديد للدي بي اف. طبعا الفرق بين اليورو 6 واليورو 5 ان اليورو 5 ما فيهاش دي بي اف، ما فيهاش دبه البيئه او علبه البيئه اللي بنعمل لها تجديد. فبالتالي المكنه دي اللي قدامنا دي يورو كام؟ يورو 5. لو في التجهيزه دي موجوده يبقى يورو 6. طبعا عندي هنا ترومبه الديزل اللي احنا شايفينها، ده الكمبرسور تحت تمام. هنبدا من الجنب الشمال وبعدين نروح للجنب اليمين لان اغلب الحاجات موجوده عندي في الجنب الشمال تمام. طيب نبدا بحساس اللي فوق ده، حساس الكاميرا تمام اللي عليه الصوره دي، طبعا زي ما احنا شايفين راكب فوق على وش السلندر. في عندي حساس الكرنك تحت خالص تمام، في عندي حساس راكب على البامب ده حساس حراره، ده حساس حراره، ده بلف الترمبه تمام. طبعا حاجه مهمه جدا بلف الترمبه. في عندي على الفلتر هنا حساس ضغط الجاز، في فلاتر الجهاز عندي فلترين، فلتر الاولي فلتر الاساسي وفلتر الاولي، وفي عندي الكركه. طبعا في عندي هنا ايه الووتر سيبريتور في نفس الفلتر تحت اللي هي ايه الصفايه بتاعتي دي اللي هي بنفكها عشان نصفي الميه الموجوده. ده بالنسبه لمنظومه الجاز او الديزل. ده الخراطيم طبعا صح والراجع. وفي عندي هنا نطلع فوق للمسطره، دي المسطره بتاعتنا، بلف الراجع موجود على اخر المسطره تمام. في عندي على اول مسطره في الجنب الشمال في حساس الضغط للمسطره، ده مهم جدا برضو. الحساس ده عندي في الدايره دي، طبعا الجزء اللي ورا فلاتر الجاز، الجزء ده فلاتر الفلتر الزيت. طبعا في حساس هنا ده مقطوم، الحساس ده حساس حراره المانيفولد تمام. في عندي حساس مهم جدا برضو، حساس التربو او حساس درجه حراره وضغط الهواء اللي جاي من عند الانتركولر تمام. في عندي حساسين تحت طبعا، هنا ترمبة الميه على كلاتش طبعا، وفي عندي الناحيه دي بقى فلتر الزيت وسربنتين الزيت، ودي السيرموستات او القوعه بتاعت السيرموستات اللي هي دي تمام. في عندي حساسين تحت كده، في واحد تحت الترمبة على طول، واحد تحت شويه. اللي تحت الترمبة على طول ده اللي هو حساس الحراره تمام، اللي هو ده حساس حرارة، وده حساس ضغط الزيت تمام. طبعا ده هنا ايه الكلاتش بتاعتي او المروحة، في فيشة هنا طبعا راكبة على المروحة بتاعت سور الترومبة، ترومبة التبريد. طبعا في زرار الدوارة بيكون هنا ايه في الجنب ده. طبعا هنا مفيش كنترول، الكنترول متشال من المكنة. نطلع قدام شويه، طبعا هنا في حساس بيبقى حساس الاي جي ار، طبعا ده مفصول عندي مش موجود، بيبقى حساس اي جي ار ده مخصوص عشان ايه يقرا الضغط بتاع الاي جي ار. دي منظومه الاي جي ار اللي هي ايه ترد عندي شويه عادل للمكنه ثانيه، مكنه ثانيه يدخل على المانيفولد. في عندي حساس حراره ثاني هنا فين في وش المكنه، طبعا ده كلتش الترومبه وده كومبريسور التكييف. طبعا مفيش دينامو هنا عندنا، طبعا الكلاتش المروحه تحت. في عندي في الجنب اليمين بقى حساسات قليله شويه في الجنب اليمين، كل حساس في الجنب الشمال. ده حساس الكارتيرا تحت شويه. وعندي هنا في الجنب اليمين برده في عندي حاجه اسمها اي جي ار فالف، ده في بوابه طبعا جوه هنا طبعا مفصوله مفصوله. البوابه دي طبعا بتشتغل اشاره كهرباء، كنترول هو اللي بيشغلها. ده المارش بتاعنا تمام. في اخر حاجه معايا البلف اللي هو ده تحت، ده البلف ده بيسموه اد بلو كولنت او اد بلو هيتر كولنت.
ده البلف ده بيعمل ايه؟ بياخد شويه ميه من المحرك يبعتها لمين؟ لتانك الادبلو، في حاله ان ايه درجه الحراره بتاعه الادبلو منخفضه. ده الاي جي ار طبعا لما بلغي البيئه لازم بطبط الضبطين دول، هنا يعني في قوة بتبقى موجودة هنا طالعة من هنا رايحة لهنا، بعدين يدخل على المورد يروح على مين؟ على الناحية التانية، يقعد يمشي الناحية دي كده لحد ما يجي لغاية فين؟ انتر كولر. ده بالنسبة لي ايه؟ المكنة اللي هي اليورو 5. اليورو 6 بقى بيزيد عليها ان بيبقى في عندك تجهيزة هنا في الحتة دي، التجهيزة هنا دي مسؤولة عن ايه؟ دي بي اف ريجنريشن او تجديد علبة البيئة. الاجهزه دي بتاخد جاز من الترومبه بعد الضغط المنخفض اللي هي ترومبه التحضير، ويبعت لمين؟ يبعت للشكمان، يحقن في الشكمان مكان الحته اللي احنا شايفينها دي، بيبقى فيه ايه؟ بخاخ راكب على الشكمان. طبعا ده في المحركات اللي هي ايه؟ اليورو 6. لكن المحرك اللي قدامنا ده يورو 5، ده الفرق اللي بين يورو 6 ويورو 5، تمام؟